السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد البريوش سميتها كوغلوف، واحد البريوش الزاسيان. فبقوا معايا نشوفوا المقادير ان شاء الله. اذا بالنسبه للمقادير خصنا 300 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الزبده اللي كتكون مالحه واحد شويه، فيها شويه الملحه هذه، 15 سنتيلتر ديال الحليب يكون دافي. هنا خاصني 60 غرام ديال الزبيب، من الافضل يكون هذا الزبيب هذا اللي كيكون اسود بحال ما تشكل. المهم انا ما كانش عندي منهم بزاف، انا خلطته مع الزبيب الاخر، ولكن يعني يستحسن يكون عندكم هذا الزبيب هذا. اذا هنا 60 غرام. خاصنا واحد الخنشه ديال الخميره ديال الخبز، عندي انا هذه. المهم الخنشه كتكون فيها 11 غرام. 60 غرام ديال السكر ديال السنيده. هنا عندنا بيضه، هنا عندنا شويه ديال الملح. بطبيعه الحال هذا البريوش هذه، هذا الكوغلوف كيكون فيها الكول، هذاك الكيخش، ولكن حنا بطبيعه الحال ما غنديروش الكول، غندير انا فيها الفاني. اذا غادي نشوفوا التحضير. اذا اول حاجه غادي نديرو هي غادي نشدو هذاك هذا الزبيب هذا، غندير فيه واحد المعلقه كبيره ديال الماء بحال ما الشكل هذا، غنديرها لداخل، وانا غنزيد عليه الفاني بحال ما الشكل هذا، وغنخلو هادشي يترقد هنايا مع الفاني، وغنخلوه عن جنب. دابا غنشدو الخميره ديالنا وغنديرو فيها جوج معالق كبار ديال الماء يكون دافي. وغنخليها واحد 10 ديال الدقائق. دابا غنشد هذاك الحليب الدافي وغنديرو مع هاد الزبده ديالتي. المهم هذا انا درتو سخون، فوالا، غنخليه يدوب مع الزبده. دهنا غنشد الصلاد ديالي، غندير فيه هذاك الحليب وهذيك الزبده، هاهو بهذا الشكل هذا تيدوب هادشي، الزبده غتدوب مع داك الحليب اللي كيكون دافي. فوالا، اذا بدينا الزبده مع الحليب، دابا غادي نزيدو هاد الدقيق. غنخدمو بحال ما هاد الشكل، وغنضيفو عليه السكر ديال السنيده، وغنزيدو عليه واحد شويه ديال الملح، غير واحد القبصه ديال الملح بحال هكا، وغنزيدو عليه البيضه، وغنخلطو هادشي، وغنضيفو عليه هاد لاليفيغ هادي. وغادي نخلطو هادشي جيدا حتى تولي لنا يعني الخليط يكون متجانس مع بعضو، وتكون يعني ملسة، كتجي ملسة وكتجي بحال تجي ملسة وتجي إلاستيك. إذا غنخلط هادشي وغنرجع لكم من بعد. ودابا غنزيدو فيها ان شاء الله هاد الزبيب هذا اللي درناه هنا، وغنخلطو هادشي كله تاني جيدا. فوالا بحال هاد الشكل. اذا غنخلوه عن جنب، ودابا غنشدو المول ديالنا. فوالا، غناخد هاد المول هو اللي غندير فيه هاد البريوش ديالي، هاد المول هذا اللي خديته قلت لكم مؤخرا من هذاك سينا هوم، وكاين حتى في اكسس. وغادي نشدو دابا ان شاء الله، غنشدو الزبده، غنشدو الزبده وغادي ندهنو كلشي يعني هادشي بالزبده، غندهنو المول ديالنا كامل. فوالا، ها هو المول ديالي، ها هو دهنتو كلو، شفتو الجوانب وحتى في دوك يعني في كلشي، في كلشي بحال هكا دهنتو بالزبده. ودابا غادي نخوي هاد العجينه هادي ديالتي، غنخشيها، غنخويها لداخل،
احنا كبينا شتو داك العجينه ديالتنا، دابا غادي نسد عليها بحال ما هاد الشكل، وغادي نخليها يعني تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها، يعني مده ساعتين اولا 3 سوايع، المهم خلوها حتى كتضاعف مزيان الحجم ديالها ورجعوا من بعد. اذا هنا راه كتشوفوا هي خمرات ضاعفت الحجم ديالها. هنا كنت ديجا سخنت الفران لدرجه الحراره 210 درجات، خليته غير بلا ما سخن، وهذه دابا العجينه خمرات، غادي ندخلها الفران وغندير الحراره ديال الفران 180 درجه وغنخليها تطيب لمده يعني نتوما والفران ديالكم، يعني يا اما 30 دقيقه او 35، المهم تشوفوها تحمرات عرفوا بلي طابت. فوالا حبايبي البريوش ديالنا هي خرجات، كتشوفوها تحمرات مزيان، جات غزاله وفنيونه، غتخلوها حتى تبرد بطبيعه الحال عاد باش غنقلبها. وحليتها جات بحال ما تشكل، ما لصقات ما والو، جات غزاله وما نقولش لكم المذاق كيجي روعه صراحه، جات زوينه. وشفتوا المقادير يعني ساهلين كاينين في كل بيت وغير بيضه وحده. ف غادي ان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. فوالا حبيبي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجي بحال ما هكا. كيف ما شفتوا انا دردرت فوق منها واحد المعلقه كبيره ديال السكر كلاص، كتجي غزاله منظرا ومذاقا. فان شاء الله كنتمنى انكم تجربوها، وكنقول لكم شكرا على المشاهده، وما تنساوش لخاتكم واحد اللايك للدعم والتشجيع، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الراقيه وعلى كل شيء. وكنضرب لكم ان شاء الله موعد حتى الفيديو القادم. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.